السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في أولى حلقاتنا الخاصة التي أعددناها لكم بمناسبة شهر رمضان الكريم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم طاعاتنا في هذا الشهر الكريم. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: روحوا القلوب ساعة فساعة. ومما اختص الله به هذه الأمة أن حتى الترويح عن النفس فيه طاعة لله عز وجل وذكر له وصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وحتى نروح عن قلوبنا ونشنف آذاننا، نستضيف اليوم قامة من قامات النشيد وعلما من أعلامه الذي نسعد وبفضل الله عز وجل أنه يجاورنا ونعيش معه ونراه بشكل مستمر في إسطنبول، الأستاذ زكي العسلي وفرقته المباركة. أهلا وسهلا بكم أستاذ زكي، نورت الاستوديو. مرحبا بكم أستاذ عمار، وأغتنم الفرصة لأشكر هذه القناة الموقرة وأبارك للأمة العربية والإسلامية قدوم هذا الشهر المبارك ومع أول حلقاته. أكيد البركة فيكم أستاذ. والله بركة فيكم يا سيدي، تشرفنا وسعدنا جدا بوجودكم معنا بالاستوديو، ويعني الجمهور إن شاء الله على موعد مع وصلات من النشيد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين. آمين. يعني عندي رغبة أنه نفتتح حلقات رمضان بتلاوة عاطرة من القرآن الكريم من ثغركم المبارك يا سيدي. رغباتكم أوامر أستاذ عمار. الله يسعدكم يا رب، الله يسعدكم. وكما يقال يعني خير بداية القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني
فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. طيب الله الأنفاس يا شيخ. أنفاسكم يا سيدي. الله يتقبل منا ومنكم ما شاء الله. آمين آمين. يعني شوقتنا لنسمع عذب النشيد. أكيد خبيتوا لنا مفاجآت وأمور، وأنا سمعت أنه في بعض الأمور اللي حتسمعونها لأول مرة. فحتى نبدأ مباشرة بتشنيف آذاننا، نبدأ بالسماع وبعدين نتحاور إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. اذكر رب الأكوان يا صائما رمضان في سرك والإعلان، في سرك والإعلان. اذكر رب الأكوان يا صائما رمضان في سرك والإعلان، في سرك والإعلان. واطلب منه الغفران، واطلب منه الغفران. اذكر رب الأكوان يا صائما رمضان في سرك والإعلان، سرك والإعلان. اذكر رب الأكوان يا صائما رمضان في سرك والإعلان، في سرك والإعلان. واطلب منه الغفران، واطلب منه الغفران. يكفي ما قد فات في غفلة الشهوات، فالمولى رقيب والحساب آت. يكفي ما قد فات في غفلة الشهوات، فالمولى رقيب والحساب آت. يكفي ما قد فات في غفلة الشهوات، يكفي ما قد فات في غفلة الشهوات، فالمولى رقيب والحساب آت. يكفي ما قد فات في غفلة الشهوات، فالمولى رقيب والحساب آت. تب توبة الأبرار واندم على الأوزار، تب توبة الأبرار واندم على الأوزار، تب توبة الأبرار واندم على الأوزار، توبة الأبرار واندم على الأوزار. ما نفع الاعتذار، ما نفع الاعتذار إن فاتك الأوان. منه الغفران، واطلب منه الغفران. اذكر رب الأكوان يا صائما رمضان في سرك والإعلان، في سرك والإعلان. اذكر رب الأكوان يا صائما رمضان في سرك والإعلان، في سرك والإعلان. واطلب منه الغفران، واطلب منه الغفران. من يرجو الجنات فليسلك دربها، علم مع طاعات ويرضي ربها. من يرجو الجنات فليسلك دربها، علم مع طاعات ويرضي ربها. من يرجو الجنات فليسلك دربها، من يرجو الجنات فليسلك دربها. علم مع طاعات ويرضي ربها. من يرجو الجنات فليسلك دربها،
علم مع طاعات ويرضي ربها. عش مع أهل الصلاح وابغي التقى يا صاح. عش مع أهل الصلاح وابغي التقى يا صاح. عش مع أهل الفلاح وابغي التقى يا صاح. عش مع أهل الصلاح وابغي التقى يا صاح. واغنم وقت الفلاح في طاعة الرحمن واطلب منه الغفران. واطلب منه الغفران. رمضان كريم كريم كريم. شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم. شهر عظيم عظيم عظيم. قم للعبادة تلقى السعادة. قم للعبادة تلقى السعادة. تلقى السعادة تلقى النعيم. رمضان كريم. تعالى نصلي ونستغفر. تعالى نهلل ونكبر. نتجمع ولا نتفرق. تعالى نزكي ونتصدق ونتجمع ولا نتفرق. تعالى نزكي ونتصدق ونتجمع ولا نتفرق. كريم. رمضان كريم كريم كريم. شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم. شهر عظيم عظيم عظيم. قم للعبادة تلقى السعادة. قم للعبادة تلقى السعادة. تلقى السعادة تلقى النعيم. رمضان كريم. الله الله الله. طال انتظار
الله طال انتظاري الله لضيف جاني سحرا والخير يهني إلينا كلما حضر الله يزورني كل عام لا يفارقني من أجله بت أرعى النجم والقمر الله الله يزورني كل عام الله الله يزورني كل عام لا يفارقني من أجله بت أرعى النجم والقمر تصفو به النفس حقا وهي راضية وحبه ساكن في مهجة عمرا نظمت فيه قوافي الشعر أمدحه والحب يخرج من لساني الدرر والحب يخرج من لساني الدرر أصوم لله في النهار محتسبا وفي الليالي أقوم الليل مدكرا الله الله فارحم فؤادي يا رب فارحم فارحم فؤادي يا رب الله فارحم فؤادي في سري وفي علني وزد فؤادي بالقرآن معتبرا سهرت فيه أناجي الله معتقدا طوبى لمن قامه لمن سهر الله 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 ربي عوني وحسبي من لي سواه الله 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 ربي عوني وحسبي أيها المغموم أيها المحروم أيها المغموم أيها المحروم هذا لا يدوم هذا لا يدوم هذا لا يدوم فارجع إلى الله 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 ربي عوني وحسبي ما لي سواه الله 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 ربي عوني وحسبي ما لي سواه الله 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 يفتح عليكم يا شباب يفتح عليكم يا سيدي الله يبارك بعمرك سبحان الله أعدتونا إلى أجواء رمضان في الشام ما بنقدر ما نذكر الشام ونذكر رمضان في الشام طبعا أنتم ما شاء الله أهل النشيد وأهل الصلة بالله عز وجل وإلكم أكيد كان يعني مشاركات في أجواء رمضان في الشام حكولنا خلي الناس تعرف كيف كنا نحن في الشام نعيش رمضان وأجواءه
وعلاقة النشيد تماما بالأجواء الرمضانية؟ والله يا أستاذ عمار الشام فينا. أي والله. أنا قلت في قصيدة سابقة: حنين قلبي لأرض الشام يحييني، وحبها نبض قلبي في شراييني. الله. ولست أنسى الورود الحمر في بلدي، وأبيض الياسمين في البساتين وفي الشآم. بيوت الله عامرة وأهلها قمة في الرفق والليني. لا لن أرى رغم بعدي عنك من بدل، لا لن أرى رغم بعدي عنك من بدل. يا شامة الكون أنت العشق من ديني. وفي الشآم بيوت الله عامرة وأهلها قمة في الرفق والليني. وطالب العلم يجني العلم من صغر، وشيخها راسخ في العلم والدين. سألت الله أمانة للشآم ضحى، وشربة من مياه النصر يسقين. الشام فينا يا أستاذ عمار، فأينما حللنا وأينما ارتحلنا أخذنا الشام معنا. ونسأل الله أن نرجع إلى الشام فتعود معنا الشام، وطيبة الشام، وماء الشام إن شاء الله، وصفاء الشام الذي عشنا عليه وربينا عليه. هكذا عشنا في الشام مع القرآن، مع مديح النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، ومع أهل الإحسان، وخصوصا هذا الشهر الكريم الذي يكثر فيه العطاء ويكثر فيه الخير، ونحن شهداء على محبة أهل الشام لله سبحانه وتعالى ولرسوله في كل حدب وصوب، حتى في تركيا، حتى في القطب الجنوبي والشمالي. السوريون يصنعون بصمتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. طبعا في رمضان في الشام له أجواء بقى. في عنا أجواء المسجد الأموي، وفي عنا أجواء ما قبل السحور، وفي عنا العديد من الأجواء. الكثير من الجيل الجديد ربما انقطع عن هذه الأمور ولا يذكرها أو لا يعرفها أساسا، فلو تحدثون أو تسمعون شيء مما كنا نعيشه في الشام. والله قبل أن ننشد هذا النشيد الذي كتبت كلامه جديدا، يعني وليس سرا أنه أول مرة يذاع لقناتكم إن شاء الله، من كلماتي بفضل الله سبحانه وتعالى كتبت كلمات على أداء الراحل الكبير توفيق المنجد وبطانته رمضان، وتجلى وابتسم هذا الكلام الرائع العظيم، أحييته بتفاريد جديدة إن شاء الله تعجبكم بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن أريد أن أخبر هذا الجيل الذي لم يعش تلك الحقبة، كانت الشام تتزين، كانت الطرقات الفرعية والطرقات العامة تشطف وتزين بالمصابيح وبالورود وبالعطور وبالبخور. فضل الله سبحانه وتعالى. هذه الحقبة التي عشتها أنا وكنا في بيتنا، بما أنه بيت القرآن والإنشاد، وأوجه تحية لوالدي الشيخ محمد عارف العسري الذي ربانا. والدي خلف 9 أولاد كلهم قراء ومنشدون بفضل الله سبحانه وتعالى. فكان لي رمضان عندنا شام شامي وأنتم شامي في الشام. الله يبارك عمرك، هذا شهادة بنعتز فيها منك أستاذ عمار. فكنا في بيتنا يعني نسهر، نواصل السهر من الإفطار إلى ما بعد السحر، نصلي الفجر ونرجع إلى بيوتنا. تدريبات، ورحمة الله على الموسيقار الكبير الذي ملأت ألحان والأرض، الأستاذ الخطاط الكبير زهير منيني، كان يأتي إلى بيتنا ومعه ذلك العود الذي كأنه قطعة من كبده، ويلحن لنا تلك الألحان والكلمات الرائقة في بيتنا. فربما مرة من المرات لحن لنا لحنا جديدا لم نسمعه قبل في حياتنا، وأديناه على سحور الفجر من الإفطار إلى السحور. أتقن ذلك المشرح بروحي، بأعمامي، بأمي، بوالدي، سبحان الله. موشع عظيم جدا ألقيناه في برنامج السحر، وكان برنامجا يسمع في كل العالم بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه الحقبة جميلة جدا، ولذلك نحن هنا في تركيا أيضا نحيي كمثل هذه اللقاءات، إلا أن روحانية الأمويين، روحانية مسجد بني أمية الكبير له عبقه وألقه الخاص. اللهم ارزقنا صلاة فيه منورا ومحررا يا رب يا رب. سمع الله منكم يا سيدي. طيب اسمعونا، وطبعا نحن اكيد متشوقون لنسمع هذه القصيده، يعني بشكل عام الاستاذ زكي ما شاء الله تغني كثيرا من قصائدك. الله يبارك، انت ما شاء الله من الشعراء الفحول، وتختار الكلمه بدقه وعنايه. الله يبارك بعمرك سيدي. نحن نهجنا منهج النشيد الهادف. نعم. واستاذي في ذلك الاستاذ السيد نقشبندي المرحوم الراحل الكبير، الذي لم ياتي كمثلي في قوة الصوت وحسن الاختيار. فأنا أعتبر نفسي يعني واحد من تلاميذي، وذاك سماني بعض المشايخ الشام السيد النقشبندي الشامي. نقشبندي الشامي الدمشقي. نعم. ما شاء الله. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا وتنمى. رمضان
لنفوز بتقوى مولانا رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولانا فلماذا نكرس فرقتنا والله الخالق أخانا رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم في ذكرى بدر نحتشد والفتح لمكة أحيانا رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان منار الإصلاح لدنيا الناس وأخراها رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد
سعيد ومجيد الله فارفع تكبيرا وأذانا رمضان تجلى وابتسم قبال العبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم قبال العبد إذا الله الله. تجديد جميل جدا للأنشودة، الله معاني سامية وراقية ما شاء الله، كلها فهم وكلها ذوق وكلها جمال. الله يجبر خاطرك حبيبي. الله يبارك فيك أستاذ زكي. طبعا شهر رمضان أكيد هو شهر الخيرات وليس فقط شهر العبادة، وكل هذه الخيرات أساسا جزء من العبادة. ومن أهم الخيرات في رمضان بير الوالدين، ونحن بنعرف أن الأستاذ زكي عنده أنشودة جميلة جدا عن الوالدين، فبدنا نمون عليك وتسمعناها بمعيتك ونهديها لآبائنا وأمهاتنا وكل آباءنا وأمهاتنا المستمعين. الله يخلي لي إياك يا أستاذ زكي. أوصاني الله بأبويا وقضى الإحسان الأبديات أوصاني الله بأبويا وقضى الإحسان الأبديات حذرني من قولة أفٍ ليكون لديه المرضيات أوصاني الله بأبويات وقضى الإحسان الأبديات أوصاني الله بأبويات وقضى والعمر أقدمه شكرا أهديه إلى سبب وجودي أوصاني الله بأبويا أوصاني الله بأبويا وقضى الإحسان الأبدية أوصاني الله بأبويا وقضى أوصاني بك ربي أرجوك فجودي برضاك فرضاؤك عوني في دربي أوصاني
أف ليكون لدي المرضية. أبتي في حبي إقلال، أبتي وكثير إقلال، أبتي في حبي إقلال، أبتي وكثير إقلال. إن أبذل ثقلي كي ترضى، إن أبذل ثقلي كي ترضى، قصرت فبذلك أثقل. أوصاني ليكون لديه المرضية. الله ما شاء الله عنكم يا أستاذ زكي. الله يبارك. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم ببر الوالدين يا رب، اجمعنا وأن يرضي قلوبهم علينا وأن يجمعنا بالغائبين منهم يا رب. يا رب يا رب قر الله عينكم برؤية شيخنا الشيخ عارف يا رب بمعيتك إن شاء الله. يا رب الله يحفظكم يا سيدي. من الأمور الجميلة جدا كانت في الشام أذان المسجد الأموي، الأذان اللي يعني يمكن تتميز في دمشق وما أظن سمعته في مكان آخر، اللي فيه أخذ ورد، في مؤذن والفرقة ترد عليه. يعني تحكي لنا عن هذا الأذان وأصله، وإذا بتسمعونا إذا طبعا كان متاح يا ريت. الله يبارك فيك. يقال أن سيدنا الشيخ عبد الغني النابلسي هو أول من لحن هذا الأذان، بسموه الأذان الجماعي. نعم. طبعا أهل العلم بين صد ورد في هذا الأذان، منهم من قال أنه ألفاظ الأذان توقيفية فلا يجوز الخروج عن العدد فيها أو الكلمات أو الألفاظ. نعم، وكان هذا الأذان محبب إلى قلوب العالمين وجميع المسلمين، لكن للأمانة أنا ما أنشدته، ما أذنته ولا مرة، لكن كنت أترنم به في مسجد بني أمية الكبير، وله في قلوب الجميع وقع. يعني هو من الأمور التي فعلا لها وقع في قلوبنا كدمشقيين، ارتباط بالشهر العظيم. نعم. ومربوط في بمعنى الشهر الكريم، سبحان الله. طيب في أيضا كان ترانيم تكون قبل السحور. صحيح. أو في وقت السحور، يعني قبل أذان الفجر. صحيح. هل لهذه الترانيم أصل معين، أو مثلا يعني تشتغلوا شيء معين بهذا الوقت، ولا أي مديح أو أي ذكر لله عز وجل ممكن ينشغل في هذا الوقت؟ هو بما أني أنا عملت فترة من حياتي مبلغا مؤذنا في مسجد زين العابدين، وكان أول أذان بفضل الله سبحانه وتعالى عند افتتاح هذا المسجد، ما شاء الله. بقيت فيه ردحا من الزمن يعني، فكان أهل الجيران من أهل العلم والفضل من أهل الميدان، قال حتى شيخنا موجود في إسطنبول شيخ أبو راتب الدبس حفظه الله وهو مظنة الولاية أيضا، ما شاء الله. قال والله يا شيخ زكي، حينما تبدأ بإذاعة التسابيح، نسميها التسابيح، التسابيح نعم. قبل أذان الفجر بنصف ساعة كنت أسبح وأختار من الكلمات التي ترقق القلوب والتي تحبب الناس إلى علام الغيوب، فقال لي والله نص ساعة وأنا لا أعمل إلا الاستماع وبشكل شغوف يعني. كانت لها وقع خاص، خصوصا المآذن في ذلك الليل البهيم، والصوت يأخذ ويرد، سبحان الله، يا جبال أوبي معه والطير، سبحان الله. فكان جميل جدا هذا المعنى، وكنا نترنم قبل أن نرنم الآخرين. أنا بقول للأستاذ عمار أنه كالمدفأ المنشد لا يمكن أن يدفئ الآخر حتى يدفئ نفسه أصلا، سبحان الله. وفاقد الشيء لا يعطي، يعني المعنى كما يقال يعني كل إناء بما فيه ينضح. فالإنسان إذا ما كان مشبع بالحب، مشبع بالوصل، مشبع بالعشق الإلهي مثل ما بيقول الإمام أو مولانا جلال الدين الرومي، مشبع الإنسان عشق، إذا ما عشق فحياته يعني تمضي سبهللة أو بلا هدف. نحن نحب الله ونسعى إليه بكل ما أوتينا من قوة. وإذا بتحبوا لكم هالأبيات اللي كتبت أيضا في هذا الشهر المبارك يعني تؤدي بعض هذا المعنى. تفضل يا سيدي. رمضان أتى بالخيرات،
رمضان رقاب الحسنات رمضان حبيب الفقراء رمضان رياض الجنات إفطار الصائم واجبنا وبه أوصانا خالقنا والله تعالى يقبلنا وحبيب الله يباركنا للناس حقوق في مالك فاشكر بالإنفاق المالك للناس حقوق في مالك فاشكر بالإنفاق الخالق لا تبخل أنفق أموالك وسترقى وسترقى إن كنت كذلك لا تبخل أنفق أموالك وسترقى إن كنت كذلك أحسن ببارك الظنون كم وكم في رمش طرف يسر الإعسار أحسن ببارك الظنون فكم وكم في رمش طرف يسر الإعسار أتعد منه الخارقات وإنه خلاقها إن شاء شيئا صار عول عليه إذا الزمان تلونت ألوانه وملح غضب جارا عول عليه إذا الزمان تلونت لا ترتجي لا ترتجي من غير استظهار أبكي وبدري بالجمال توارى وتأوهي ملا ألف جاج والله قد لدون
يكشفوا الإعساب. الله قد أبدك في ملكوته لدجى المعايب محيا تتارى. صلى عليك الله يا عالم الهدى صلى عليك الله يا عالم الهدى. ما رب قوم للمدينة سارا. اللهم صلي وسلم وبارك وشرف وعظم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. آمين آمين. لكم كل الشكر. الله يبارك فيك. شكر موصول لك. الفرقة الجميلة أطربتمونا وأسعدتمونا، وأنا إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يكون ممن يسمعون الآن من المشاهدين من أثر في هذا الكلام فدعا لنا جميعا دعوة صالحة ربما يقبلنا بها الله يوم القيامة. اعتراضا قالوا لعنتر في الجاهلية قبل الإسلام كيف تواجه ألفا؟ نعم. فقال أعلم أن ورائي ألف. الله. فإذا هيأ الله لكل نبي بطاطا صالحة نشروا الدين في بقاع الأرض، والصحابة كذلك بحفنة من الصحابة نشروا الدين خلال 25 سنة، فأكرمني الله بهذه البطانة الصالحة بفضل الله وأختارهم بعناية ودقة. لا أقبل في فرقة مدخنا أبدا، وكلهم محافظون على الأخلاق والصلاة بفضل الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيهم جميعا وأوجه لهم تحية وشكرا لكم. أي والله أكرمكم الله يا سيدي. شكرا جزيلا مجددا لكم على هذه الحفلة الجميلة، هذه الوصلات الراقية التي أطربتمونا بها، وشكرا لكم على تلبية الدعوة رغم الصيام والتعب. خدمتكم لله. الله يكرمكم يا رب. وأسأل الله عز وجل أن نكون قد قدمنا لمشاهدينا ما أسعدهم وأطربهم وروح عن نفوسهم كي يعاودوا إن شاء الله الصلاة والصيام بنشاط وقوة بإذن الله عز وجل. وإلى أن نلقاكم بإذن الله في أسبوع جديد وضيف جديد ومفاجآت جديدة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.